محاضرتنا هذه اللي هي السالمونيلا شكلها اللي هي تكملة لبقية الانتيرو بكتيرياسي اللي أخذناها. طبعا هذه المحاضرة براكتيكال هي عملي. السالمونيلا طبعا مثل ما نعرف السالمونيلا هي باثوجينيك للهيومن والانيمال. سالمونيلا انفكشن ان هيومنز تتضمن 3 كلينيكال سيندرومز اللي هي such as gastroenteritis, enteric fever or focal disease. سالمونيلا سيروتايبز احنا هنا راح الاكزامبلز عليها. عندنا راح ناخذ السالمونيلا انتريكا والسب سبيشيز طبعا، وعندنا السيروتايبز الانتيرو تيرايدز سالمونيلا تايفي. وتركيزنا هنا راح يصير على السالمونيلا تايفي والسالمونيلا بارا تايفي اللي هي A, B and C. اللابوراتوري دايجنوزز للانتريك فيفر هنا راح بيزد اون ذا فولوينج ميثودز اللي هي اول شيء نركز عليه هو الايزوليشن اوف سالمونيلا سبيشيز باي كلتشر. اذا اول خطوه اني شلون راح اعزل السالمونيلا سبيشيز طبعا بواسطه استخدام الكلتشر ميديا. الايدنتيفيكيشن اوف سالمونيلا سبيشيز باي بايوكيميكال رياكشنز الخطوه الثانيه بالدايجنوستيك بكتيريولوجي هو احنا بعد الكلتشر وراح اسوي البايوكيميكال رياكشنز. بعدها الخطوه الثالثه هي الزيرو دايجنوزز باي ديمونستريشن سالمونيلا انتي بوديز اند انتي جين. اذا هو اختبار ميونوجينيك بين انتي بودي اند انتي جين، يعني اختبار اجلوتينيشن تيست. الموليكولار الاختبار الرابع او الطريقه الرابعه هي الموليكولار دايجنوزيس، وطبعا هذه يعني خطوه جدا مهمه زين، يعني تسوي الكونفورميشن اوف بكتيريا اللي هي باي دي ان اي بروبس اند بوليمرايز تشين ريأكشن اللي هي البي سي ار. السبيس من هنا حتى اسوي حتى اشخص هذه البكتيريا فراح استخدم السبيس من راح تكون هي عباره عن بلاد كلوت بون مارو يورين اند ستول. الكالتشر احنا عاده السالمونيلا ممكن تنمو على الماكونكي اجار. ممكن نستخدم سيلكتيف كالتشر ميديا فور ازوليشن اوف ذيس بكتيريا اون ماكونكي اجار. طبعا السالمونيلا طبعا راح تكون كلرلس يعني نون لاكتوز فيرمنتر زين. احنا ذكرنا بالبدايه انه احنا الانتيروبكتيرياسين نشخصها على بالبدايه كبدايه نشخصها على الماكونكي اجار. قلنا راح تكون عندنا جروبين هي اما لاكتوز فيرمنتر او نون لاكتوز فيرمنتر. ذكرنا انه الايكولاي والكلبسيلا تكون لاكتوز فيرمنتر، في حين هنا السالمونيلا او الشيكلا راح تكون نون لاكتوز فيرمنتر. هنا عندنا sometimes after incubation of 48 hours or more they produce colonies with a black center. يعني هنا احنا يعني كدايجنوستيك للسالمونيلا اون ماكونكي اجار قلنا اول شيء هي نون لاكتوز فيرمنتر زين، فاذا هي كلرلس اور بيل كولونيز زين. راح تكون وذ بلاك سنتر لان هذه البكتيريا معروفه انه هي تنتج الاتش 2 اس، يعني السالمونيلا هي اتش 2 اس برودكشن تنتج الاتش 2 اس. فاحنا السنتر مالت الكولوني راح يكون يعني تكون وذ بلاك سنتر. الكلتشر اون زايلوز لايسين دي اوكسيجينيت اجار طبعا هنا السالمونيلا تنتج احنا على هذه الميديا اللي هي زايلوز لايسين دي اوكسيجينيت اجار راح تنتج بينك كولونيز وذ بلاك سنترز مثل ما ذكرنا بلاك سنترز لان هي السالمونيلا يعني كتشخيص تكون منتجه لل اتش 2 اس. كلتشر اون بيزموس سلفيت اجار سالمونيلا اذا احنا الاوردينري ميديا احنا نستخدم الماكونكي اجار قلنا بيل كولونيز اور نون لاكتوز فيرمنتر. السلكتيف ميديا such as SS agar اللي هو مختصر سالمونيلا شيجيلا agar ممكن على زايلوز لايسين ديوكسيجينيت agar ممكن نشخصها على البيزموس سلفيت agar. اذا هنا سالمونيلا اون ذيس ميديا produce jet black colonies surrounded by a metallic sheen due to the production of hydrogen sulfide مثل ما ذكرنا هي تنتج ال H2S production. الكلتشر هنا سالمونيلا طبعا هنا احنا قلنا تنتج بالسنتر قلنا احنا بلاك كولونيز نتيجه لانتاجها لل H2S.
هنا with transparent borders on SS agar طلاب الاس اس اجار هو مختصر سالمونيلا شيجيلا اجار اللي هو واحده من اهم السلكتيف كالتشر ميديا للازوليشن اوف سالمونيلا شيجيلا. ليش؟ لانه هنا أنا اسوي تعزيز لنمو هذه البكتريات اللي هي السالمونيلا وشيجيلا، بنفس الوقت هي تسوي انهبيشن لبقيه الانواع فتعزز نمو السالمونيلا وشيجيلا وتثبط نمو بقيه الانواع. ممكن يعني قبل هذه الخطوه اني يعني اخذ السبيسمن ادخله بالسيلانايت اف بروث اللي هو ايضا سلكتيف ميديا اللي يسوي يعزز نمو السالمونيلا وشيجيلا، بس يكون بروث كلتشر ميديا، في حين الاساس اجر هنا يكون سوليد كلتشر ميديا ويسوي هذه الانواع تسوي انهبيشن لبقيه الاجناس. الجروث بوزيتيف هنا راح يظهر طبعا بايل سيلز عند بريليانت جرين، جروث نيجاتيف ستريت عند ثايوسلفيت. بلاد كلتشر، احنا واحدة من خطوات الدايجنوستيك هو اني ممكن اسوي بلاد كلتشر، يعني اخذ تقريبا 5 تو 10 مول من البلاد راح يكون كولكتد اسيبتيكالي، بعدها راح اسوي لها انوكوليتد على الكلتشر بوتل اللي كونتيننج تقريبا يعني 50 تو 100 مول اوف 0.5% بايل بروث. بلاد كلتشر بوتل از انكوبيتد ات 37 سنتيغريد فور اب تو 7 دايز. After incubation overnight at 37 centigrade, the bulb broth is subcultured on McConkey agar. إذن بعد هذه الخطوة وبعد ما أسوي له incubation بدرجة 37 هنا راح أرجع أسوي subculture وين على McConkey agar. الكلوت كلتشر، كلوت كلتشر is more sensitive method than the blood culture. إذن الكلوت كلتشر هي يعني طريقة هنا تكون يعني أكثر sensitivity من طريقة البلاد كلتشر. ستريبتوكينيز 100 يونتس 2 مل، هنا راح يعزز اللايسز للكلوت with release of bacterial trap inside the clot. فيسس كلتشر، فيسس كلتشر is also useful يعني for isolation of this bacteria and excreted in feces throughout the disease. The fecal samples are inoculated directly on McConkey agar, deoxygenase citrate agar, and Wilson Blair media. إذن بعد ما أسوي يعني أخذ ال fecal sample أسوي له inoculated directly على بعد أسوي inoculated directly على McConkey agar, على deoxygenase citrate agar, على Wilson Blair media. Biochemical reactions. احنا ذكرنا انه احنا اخذنا النماذج وسوينا الكلتشر، قلنا ثاني خطوه بالدايجنوستيك اسوي البايوكيميكال رياكشنز حتى اقدر اشخص هذه البكتيريا. السالمونيلا كبايوكيميكال رياكشنز، طبعا السالمونيلا تكون فيرمنت جلوكوز فيرمنت مانيتول اند مالتوز، طبعا وتكون راح تنتج الاسيد اند غاز. السالمونيلا تايفي راح تكون is an exception، باستثناء هنا عندنا السالمونيلا تايفي which does not ferment the sugars. هنا السالمونيلا تايفي هنا عندنا باستثناء ما تخمر هذه السكريات. They do not ferment lactose or sucrose، ما راح تخمر اللاكتوز والسكروز. They do not produce indole، ما راح تنتج الاندول. They are methyl red positive، لكن المثل ريد هنا راح يكون positive and vogus voscaur negative and citrate utilization test positive. Most salmonella except salmonella paratyphi A salmonella colonicis produce H2S. They do not hydrolyze urea، هنا ما راح تحلل اليوريا يعني يوريز هيكون نيجاتيف. Salmonella are catalase positive and oxidase negative. إذن هنا عندي أركز على هذه الاختبارات حتى أشخص هذه البكتيريا، إنه salmonella تكون catalase positive وoxidase negative. سالمونيلا ديكربوكسيليت لايسين، مثلا واحدة من البايوكيميكال رياكشن انه هي تسوي ديكربوكسيليشن لللايسين والأورنتنين اند أرجينين but not glutamic acids. أمينو أسيد ديكربوكسيليز تيست، هاي واحدة أيضا من الاختبارات اللي يشخص لي السالمونيلا.
This test depends on the ability of bacteria to produce decarboxylase. إذا من التسمية إنه هي هنا قابلية هاي البكتيريا حتى تنتج هذا الإنزيم اللي هو الديكاربوكسيليز. pH indicator هنا طبعا يتضبط هنا الـ pH indicator عندنا. عندنا single amino acid is added to tube of decarboxylase broth. احنا عادة من يتحضر هذه الاختبار انه احنا نضيف single amino acid للتيوب حتى يعني اكمل خطوات هذا الاختبار. طبعا الديكاربوكسيليز هنا يكون بروث، الميديا هنا تكون بروث. decarboxylation process produce acids راح ينتج الحوامض هنا which change the pH. هنا الانديكيتر مالتي انه يتغير pH الميديا حتى اقدر اقول انه هي هذه البكتيريا سوت ديكاربوكسيليز او ديكاربوكسيليز تيست بوزيتيف. from alkaline اللي هو colorless light yellow تقريبا to acidic اللي هو يكون purple. سلايد اجلوتينيشن تيست، احنا ذكرنا يعني عده خطوات حتى اشخص السالمونيلا. واحده من اهم الخطوات حتى اشخص السالمونيلا انه انا اسوي سلايد اجلوتينيشن تيست، ومثل ما ذكرنا هو اختبار اميونوجينيك، اختبار مناعي بين يعني انتي بادي عند انتي جين. فهنا يعني اتوقع انه بحاله انه وجود السالمونيلا تايفي يعني المفروض ما يظهر عندي الغاز، يعني حتى يكشف عن وجود بكتيريا السالمونيلا تايفي ما راح يتكون عندي الغاز. فهنا اللو فول اوف تايفويد او انتي سيرم هنا اللي راح ناخذ اللي هو فاكتور 9 جروب دي از ادد تو وان دروب اوف بكتيريال موشن اون ذا سلايد. فحتى يعني مبدا او البرنسبل للسلايد اجلوتينيشن تيست اللي هو اختبار مناعي انه حتى اكشف عن وجود السالمونيلا تايفي المفروض ما يتكون عندي الغاز. يعني في حاله ظهور الغاز اذا هو اختبار الاجلوتينيشن تيست نيجاتيف، في حاله عدم ظهور الغاز اذا هو بوزيتيف. السيرو دايجنوزز احنا مصطلح عندي الويدال تيست اللي هو نستخدمه بحاله تشخيص السالمونيلا. عندي ممكن اسوي الميونو الكتروفوريسيس، ممكن نسوي ال ان دايركت فلورسنت انتي بادي، ممكن اسوي اختبار الانزيم الميونو سوربنت اسي اللي هي الاليزا، ممكن اسوي المونوكلونال انتي باديز. فهاي كلها يعني هذه الاختبارات كلها اسميها سيرو دايجنوزز بالنسبه للسالمونيلا. البكتيريا الثانية اللي هي أيضا نان لاكتوز فرمنتر الماكونكي أغار اللي هي واحدة من أجناس الانتيروبكتيرياسي اللي هي الشيجيلا. الشيجيلا طبعا احنا الشيجيلا بيها أربع أنواع مهمة اللي هي الشيجيلا ديزنتري، وبالذات الشيجيلا ديزنتري تايب 1 لأن يسبب مثل ما نعرف البلادي دياريا او البسيلاري ديزنتري. زين عندي شيجيلا فليكسينيري اللي هي جروب بي، شيجيلا بويدي اللي هي جروب سي، ان شيجيلا سوني اللي هي جروب دي. اذا شيجيلا هي الموست كومن كوز اوف بسيلاري ديزنتري. هنا راح كتشخيص احنا نعتمد او كتقسيم هي احنا مثل ما عرفنا بخطوات الدايجنوسيس بالبكتيريولوجي انه انا اسوي كالتشر، اسوي البايوكيميكال رياكشنز، اسوي السيرولوجيكال كاركترايستكس حتى اقدر اسوي كلاسيفيكيشن لهذه الاربع انواع مات بكتيريا مات الشيجيلا. مثل ما ذكرنا الشيجيلا بيها 4 تايبس، ونركز على الشيجيلا ديزنتري لان هي اهم الانواع اللي هي جروب اي، ومثل ما ذكرنا بالذات هي الشيجيلا ديزنتري تايب 1 لان سبب البلادي دياري. عندي جروب بي اللي هو شيجيلا فلكسناري، جروب سي قلنا بويدي، والاخير اللي هو جروب دي اللي هو الشيجيلا سوني اللي هي تسوي ليت لاكتوز فرمنتر. عادة الشيجيلا نان لاكتوز فرمنتر، لكن جروب دي ممكن تسوي ليت لاكتوز فرمنتر يعني تخمر لكن ببطء. شيجيلا ار احنا بصورة عامة هي شيجيلا شورت جرام نيجاتيف روت شيب اور باسيلاي بكتيريا about 0.5 x 1 to 3 micrometer in size. They are non-motile, non-spore-forming, and non-capsulated bacteria. The specimen بحالة الشيجيلا طبعاً إحنا راح نأخذ بستول هو ال specimen for choice. Diagnosis of shigellosis is made by isolation shigella species from feces. هاي أهم خطوة. ريكتال سواب ممكن اسوي ريكتال سواب may be taken from the site of ulcer by sigmoidoscopy.
روتين مايكروسكوبي اوف ستول مي ريفيل كلامبس اوف بوليمورف نيوكلار لوكوسايتس في كل بلد. اذا احنا هنا حتى نجي نشخص يعني عندي بيشنت سسبكتد يعني يكون مصاب بالشيجله، اول خطوه اني يعني السبيس من هنا النموذج اللي اخذه هو طبعا راح يكون الستول، او ممكن اسوي ريكتال سواب، يعني هذا اهم شيء ممكن اخذه. الكالتشر طبعا احنا عادة الشقلة مثل ما ذكرنا بالسالمون اللي احنا نكالتشر على الماكونكي اللي هي طبعا راح تكون هنا نان لاكتوز فرمنتر اور بيل كولونيز اللي على اللي قلنا ما تسوي تخمة عدا باستثناء الجروب دي اللي هي شقلة سوني اللي تسوي ليت لاكتوز فرمنتر. فعلى هنا على بلاد اجار طبعا هنا هسه هاي البيكتشر اللي عندي الكولونيز للشقلة سبيشيز على بلاد اجار زين اللي الصورة اللي هي على الليفت واللي الصورة اللي على الرايت هي الشي قلها على الماكونكي أجار. أهم شيء إنه نعرف إنه هي على الماكونكي أجار ما تسوي قلنا تكون نال لاكتوز فرمنتر أو بيل كولونيز مثل السالمونيلا باستثناء جروب دي اللي هي السوني اللي قلنا تسوي لايت لاكتوز فرمنتر. الكالتشر هنا أنا هاي الصور اللي عندي هنا على الليفت والرايت. على الليفت عندي colonies of شقله سوني on xylose lysine deoxygenate agar يعني ال XLD اللاب هذا مختصر xylose lysine deoxygenate agar. فهنا أنا الشقله تظهر بالطبق الصورة مالتها هنا. على الرايت عندي اللي هي الشقله على ال SS agar اللي هو مختصر سالمونيلا شقله agar اللي هو واحد من أهم selective culture media for diagnostic or for isolation of Shigella. Biochemical reactions عندي Shigella ferments mannitol forming acid but no gas. Mannitol fermentation test is an important biochemical test. طبعا هنا احنا اختبار او تخمر المانيتول هو واحد من اهم الاختبارات البيوكيميكال تيست حتى اشخص Shigella. قلنا Shigella هي طبعا المانيتول تخمر المانيتول تكون الاسيد بس لكن ما تكون الغاز. هنا راح يستخدم حتى اصنف هاي الشقله الى المانيتول فرمنتيشن عدنان مانيتول فرمنتيشن. ادي الشقله فلكسينيري شقله بويديان شقله سوني ار مانيتول فرمنتينج. زين اذا الخطوه المانيتول فرمنتيشن هنا كلش مهمه بتشخيص بين الانواع الاربعه للشقله. في حين الشقله ديزنتري اللي هي اهم الانواع از مانيتول نان فيرمنتنج سبيشيز، اذا الوحيده اللي ما تسوي تخمر للمانيتول هي من هي شيجيلا ديزنتري. فاذا هنا يعطيني فد انديكيتر او فد كي حتى اقدر اميز بين الانواع الاربعه بشنو باختبار المانيتول. شيجيلا اولسو فيرمنت جلوكوز، هنا راح تخمر الجلوكوز تنتج الاسيد بات وداوت غاز مثل ما ذكرنا بالبدايه. ذي دو نوت فيرمنت لاكتوز سكروز، هي ما تخمر لا اللاكتوز ولا السكروز. They do not produce indol، هي indol negative and methyl red بس لكن methyl red شي يكون positive. إذا indol negative methyl red positive vogus was car negative and sterilization test negative. زين إذا شنو عندي positive باستثناء methyl red، بقية اختبارات الإنفي كلها شو تكون negative. They are catalase positive and oxidase negative. إذا كاتاليز الشي قلها شو تكون؟ وإحنا أكثر أنواع الانتيروبكتيريسي أجناسها شو تكون كاتاليزها positive. لكن أوكسيديز شو يكون؟ أكثرها شو يكون أوكسيديزها negative. قلنا سيدو اللي يكون أوكسيديزها positive. بقية أجناس شو تكون أوكسيديز negative. They reduce nitrates to nitrate and do not form H2S. هنا أنا حتى أميز بين السالمونيلا والشيجيلا خصوصا على السلكتيف كلتشر ميديا اللي مثل ما ذكرنا السالمونيلا شيجيلا أجار زايلوز لايسين ديوكسيجيليت أجار. هنا أميز بين السالمونيلا والشيجيلا بشنو؟ بالبلاك سنتر وين بالسالمونيلا لأنه هي تسوي H2S برودكشن، في حين هنا أنا الشيجيلا صح هي بيل كولونيز نال لاكتوز فيرمنتر لكن أميزها عن السالمونيلا اللي هي يعني ما عندها البلاك سنتر. ليش؟ لان هي ما تنتج H2S. هذه الصوره هنا توضح لي النيتريت ريدكشن تيست، واحد من الاختبارات اللي اسويه حتى اشخص الشقله وانا اسوي النيتريت ريدكشن تيست. هنا عندي هاي الصوره توضح النتائج للاضافه للسلفونيك اسيد اند الفا نافثولامين
اللي هو بي يعني فور تيوبس. اول واحد طبعا يكون كنترول، الثاني يكون بوزيتيف، الثالث يكون نو تشينج، والرابع اللي هو اليلو يكون نو تشينج ايضا. الصوره الثانيه ريزلتس افتر اديشن اوف زنك اللي هي ايضا فور تيوبس، اول واحد طبعا كنترول، احنا يعني عاده بالصورتين اول تيوب هو الكنترول هنا، الثاني هنا بوزيتيف، عندي الثاني راح يكون بوزيتيف والثالث يكون نيجاتيف، والاخير ايضا راح يكون اللي هو اليلو كان هنا ايضا راح يكون بوزيتيف. لهنا طلاب انتهت محاضرتنا للشيقله، وبالتوفيق ان شاء الله.